السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده الفيديو المشتريات الجزء الثاني. في شوية مشتريات كده كنت جربتها وبقيت استخدمها على طول، حبيت أشارككم فيها وأعرفكم المنتجات ديت. يمكن يكون حد كان حابب يجربها وكان خايف يعني، فأنا هقول رأيي فيها بمنتهى الصراحة يعني. نبتدي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جبت ماما شويس عجبتني جدا. انا كنت جايبه 3 اكياس من كارفور، كان عليهم عرض. الثلاثه كانوا عاملين 40 جنيه. عجبتني قوي، حسيت ان هي ما بتشربش زيت كتير زي فارم فريتس والشركات التانية. هي كويسه برضو فارم فريتس، بس انا الصراحه حبيت ماما شويس دي اكتر. هما كيلو، الكيس عامل كيلو واحد، الثلاثه كانوا عاملين 40 جنيه. جبت برضو من كارفور الجبنه ديت، انا جربتها قبل كده عجبتني قوي برضو. ميزه الفارم تشيز دي ان هي بتمط، يعني فيها مطه مختلفه تماما عن الجبن التانية. دي كانت كيلو عامله 56 جنيه، 95 يعني 57 جنيه كيلو. كان في عاملين منها، كانوا بيفتحوا الاكياس وبيحطوا في اطباق زي دي كده ارباع يعني او نص زي ما انت حابه. لو انت مش حابه تاخدي الكيلو كامل، بس انا فضلت اخدها في كيس، يعني الكيس بتاعها كيلو كامل. كانت بكام؟ ب 57 جنيه. برضه ده كان في كارفور عليها عرض، كان الكيس عامل 20 جنيه. دومتي برضه كويسة والمطة بتاعتها كويسة، فجبت كيس قلت ايه يعني يبقى معايا عشان المعجنات وكده. جبت برضه زبدة. الزبدة دي كانت عاملة 94 جنيه. دي زبدة نيوزيلندي. هبتدي برضو ان انا اخدها واقطعها مكعبات واحطها في اطباق زي الاطباق اللي هي البلاستيك دي. انا بحب اجيبها من بتاع اللي هو بيبيع بلاستيكات واكياس زبالة وكده. جبت كمان السجق ده، جربته عجبني قوي قوي. ده سجق سوسيس رومي، حلو قوي قوي، عجبني جدا. الشركة ديت اسمها تيستي، اسمها شركة تيستي، الشركة اسمها تيستي، وهو سوسيس رومي. وفي منه اللي هو السجق اللي هو التركي ده، اهو سجق تركي، وده سوسيس رومي، ده سوسيس رومي اهو. جبت 3 لان الصراحة انا كنت جربت قبل كده واحدة بس، لما اول ما نزل المنتج ده جربت واحدة بس عجبتني، فقررت يعني ان انا اجيب منه تاني واكرره. بعمله على البيض وساعات بعمله على المكرونة، فحلو جدا وطعمه مميز عن اي سجق موجود تاني في قسم المثلجات يعني. ده بقى كان عليه اللي هو البيف برجر المراعي ده، طبعا هم غيروا الكفر بتاع شركة المراعي كلها. ده كان كيلو عامل 25 قطعة، كان ب 37 جنيه. طبعا انا استغربت سعره جدا بصراحة، وعرفت ان هو اكيد مش لحمة يعني، بس قلت يعني مش مشكلة اجربه واشوف الدنيا فيها ايه، على حس ان سعادة الاولاد بيحبوا يفطروا جوه الصبح برجر، فجبته فعلا. هو طبعا مش لحمة يعني، هو يعتبر صويا خالص، فهو طعمه مش وحش، كويس متماسك ما بيكشش، طعمه حلو ومش وحش، ما بحسش فيه بمرارة او بلسعة زي بقية البرجرات التانية. فهو بالنسبة لسعره لا انا شايفاه ممتاز جدا جدا. جبت برضو معايا هنا كيس قناري. الكيس ده عبارة عن برجر فراخ زي ما شايفين كده، هي صلاحيته بتبقى 3 شهور. ده عبارة عن كيلو و58 جنيه، عجبني قوي فقلت ايه برضو هجربه. انا برضو جبت اطياب كان عليها عرض. العلبة دي كانت فيها 20 قطعة كيلو، كانت ب 73 جنيه. بصراحة ما اقدرش استغنى عنها، ساعة الاولاد بيحبوا ان هم يتعشوا بالليل منها وكده يعني، فمع الاندومي فلا بخليها عندي في التلاجة لأي ظرف طارئ. وجبت برضو البرجر ده، قلت هو يعني سعره رحمة شوية عن اطياب، فقلت ايه هجربه وابقى برضو اقول لكم في الفيديوهات التانية لو هكرره واجيبه تاني عندي في البيت، اقول لكم اذا كانت الشركة دي كويسة ولا لا. جبت برضو هنا معايا فريش فارم، ده هوت دوج بقري. صراحة انا كنت بجيب الهوت دوج بتاع اطياب ممتاز وكل حاجة، بس سعره بقى غالي جدا، بقى ب 78 جنيه كيلو. فده كان عليه عرض فقلت اجربه، كان ب 54 جنيه، فقلت اجربه يعني واشوف هيبقى شغال ولا لا. فريش فارما انا جربتها في اللانشون كويسه، وجربتها في البسطرمه كويسه، فهي شركه محترمه يعني، الى الان هي شركه محترمه يعني. انا بفضلها عن حلواني وبفضلها عن المراعي، بس قبلها طبعا اطيب يعني، اطيب وبعد كده فريش فارما. ده بالنسبه لي انا ورايي الشخصي يعني وتجربتي، فقلت اجرب الهوت دوج بتاعهم واشوف اخباره ايه. ده كان كيلو 25 قطعه.
بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كان ب 54 جنيه. في بقى في الفيديو اللي فات نسيت كنت اقول لكم، اللي هو الاولاني، عامل رز بسمتي ده. انا جبته برضو جربته. ده رز بسمتي نص كيلو، عامل 16 جنيه، موجود في العسيمي وموجود تقريبا موجود في اولاد رجب، بس ما شفتوش في الفرجاني. طبعا انا قلت اجربه كده واشوف الدنيا فيها ايه، لان بوكاس طبعا غالي جدا. اهو انا عايزه اوريكم بس من جوه، ثانيه واحده اجيب لكم طبق اوريكم. اهو يا رب يكون واضح. طبعا الرز البسمتي الكويس اللي تعرفي تجيبيه اللي هو الرز الحبه بتاعته تبقى خفيفه، ما تبقاش تقيله، الحبه بتاعته تبقى خفيفه من جوه. مش عارفه بقى الكاميرا موضحاها ولا ايه، تبقى خفيفه من جوه، ما تبقاش الحبايه مكتومه كده ودسمه، لا تبقى حبايه خفيفه، خفيفه الوزن. فالصراحه انا شفته من الفراغ اللي هو بتاع الكيس، الحته الشفافه اللي فيه، فعجبني فقلت اما اجربه. جربته لقيته ممتاز جدا، بس التعليمات اللي مكتوبه على الكيس من بره 4 كوبايات ميه، لا هما 3 كوبايات ميه بس للكوبايتين، يعني كوبايتين رز عليهم 3 كوبايات ميه مش 4، وبيطلع مفلفل وجميل وخفيف جدا وطعمه مميز، ليه نكهه زي بوكاس بالظبط. فالرز ده انا هرشحه لكم، اللي هو السنبله، جميل جدا. من الحاجات برضو اللي انا جربتها وعجبتني هو رز السنبله. هوريكي برضو الكيس شكله اهو. نيجي بقى تاني، جبنا ايه برضو، كملت الحاجات اللي جبتها من العسيمي. جبت اللي هو الافانتي شيدر، انا بحبها جدا المدخنه، جبت قطعه كامله عشان هبشرها واحطها اخلطها على المونزاريلا اللي انا جايباها دي، وجبت اللي هي الحمراء دي برضو عشان ابشرها واحطها على المونزاريلا، واخلط اللي هي المدخنه مع الاحمر مع المونزاريلا اللي انا جايباها، بحيث ان هي ايه يبقى زي ميكس تشيز كده للمعجنات اللي انا بعملها. جبت بسطرمه، بس طبعا هو ما كانش حاططها لي في الاطباق دي، انا اشتريت الاطباق دي بجيبها من عند بتاع البلاستيكات وكده، وبحط مناديل بين كل طبقه وطبقه علشان البسطرمه ما تعفنش عندي في الفريزر وكده. وكذلك الجبنه الشيدر برضه عملتها نفس الطريقه. ما كانش ينفع ان انا اطلع الحاجه بالاطباق بتاعتها واوريها لكم، علشان انا كنت عقمتها وكده، فكانت الاسترتش فوم اللي بره اتبل بالكحول، فكان لازم ان انا اتصرف واشيله واحطها في العلب دي بسرعه. جبت برضو جبنه رومي وحطيتها بنفس الطريقه دي اهي، بحط اكياس ما بين الشرايح وبعضها عشان ما تلزقش وتبقى سهله بالنسبه لنا، واي فرافيت بتطلع بحطها في علبه صغيره كده برضو بلاستيك زي دي، تبقى شفافه عشان تبقى سهله ان احنا نطلعها من الثلاجه. جبنه رومي طبعا معروفه كانت ب 68 اللي هي القديمه، والبسطرمه دي كان ربع كيلو عامل 30 جنيه طبعا عرض حلو جدا، بس دي بالثوم. والافانتي شيدر زي ما قلت لك كان عليها عرض ب 80 جنيه. جبت برضو هنا من ضمن الحاجات اللي جبتها الجبنه دي، جبت علبه صغيره، واحده بالزيتون وواحده بالشيدر، الاثنين دول انا جربتهم قبل كده، دي 28 ودي 28، 20 جنيه 20 جنيه. بس في غلطه انا كنت بعملها برده، حابه ان انا اقول لك عليها عشان تستفيدي. انا كنت بجيب من دي العلبه الكبيره واقول ان انا هوفر وكده، على حس ان دي سعرها 20 جنيه الكبيره سعرها 28، فبالنسبه لي ان هي هتوفر، دي حوالي 250 جرام، الثانيه حوالي 450 جرام، ففرق برضو في السعر هيوفر معايا. بس للاسف دي كانت بتبقى غلطه، لان هي لما بتقعد في الثلاجه فتره بتنشف وبتنزل زي ميه كده، فبضطر ان انا ارميها، فحرام طبعا. فبجيب مثلا علبه زي دي، افتحها واول ما تخلص ابتدي اغيرها واجيب ايه اللي بعدها. دي الواحده كانت عامله 20 جنيه. طبعا دومتي جميلة جدا وحلوة جدا، ودي اصلا بتبقى في الحشوات بتاعة المولت اللي هم عاملينه، فهي هتعجبك جدا جدا. نكمل بقى مع بعض. برضو جبت اللي هي الفانيليا دي من عند كارفور، دي كان تمنها 10.95 جنيه. انا قلت ان انا نسيتها في الفيديو الاولاني، فقلت برضو اقولك عليها. الشركة دي عجبتني جدا، وفي منها مكسبات طعم لون فراولة ومكسبات لون، فهي شركة كويسة وانا جربتها اكتر من مرة وعجبتني الصراحة، فحبيت برضو ان انا شاركك بيها. هي اسم الشركة اهي، تمام. جبت برضو اللي هو الصوص ده، انا كنت قلقانه منه قوي، وكان بقالي فتره كبيره عايزه اجربه، بس كنت خايفه منه، اللي هو تكساس برجر صوص. هو كان سعره 40 جنيه، اهو 40 جنيه. في منه برجر برضو حاجه تانية، اللي هو نيويورك برجر، نيويورك برجر تمنه 25، بس تكساس برجر هو اللي تمنه 50، انا اسفه لو ما كانش ظاهر في الكاميرا، تمنه 40 جنيه. الصراحه انا فتحته اهو، هو لسه تقيل يعني، ما خدناش منه غير معلقه واحده.
جربته لقيته حلو جدا جدا، ما هوش حامي عشان الاطفال، بيدي فعلا زي ماك اللي هو الصوص اللي بيحطه في البرجر، نفس الصوص اللي بيحطه ماك بالظبط، فعجبني جدا جدا، فقلت برضه اشاركه اللي كان حابب يجيبه يعني وقلقان منه. لا هو كويس، وهجرب برضه نيويورك برجر وهقول لكم رايي فيه بصراحه. طبعا هو موجود في الارفف بتاعت الصوصات، ده نص كيلو عامل 40 جنيه، فانا برشحه ليكو، جميل جدا. جبت برضو اللي هو صوص الشوكولاته دوت، زي الزفت الحمد لله. ما عجبنيش خالص الصراحه. لا وحش يعني، ما مرشحش حد خالص ان هو يجيبه بامانه، ما عجبنيش خالص، فما رشحش خالص حد ان هو يجيبه يعني، فيه زي نسبه مراره، هو تقيل وكل حاجه بس في نسبه مراره ما عجبتنيش خالص. طيب جبت بقى اللي هو الصوص البندق، عشان عندي بيحبوا صوص البندق جامد. الازازه دي كانت ب 60 جنيه، والازازه دي كانت ب 45 جنيه، اهي دي بتاعت الشوكولاته دي كانت تمنها 45 جنيه، والبندق دي كان تمنها 60 جنيه. صوص البندق كويس ممتاز، مفهوش حاجه، وارشحه لاي حد ان هو يجيبه، انما صوص الشوكولاته لا استبعده، ما رشحش اي حد ليه يعني. برضو ده كان موجود في الفيديو اللي فات ونسيت ان انا اقول لكم عليه، ده فريتو بارد، ده من شركة شيف ميكس، ده مكتوب عليه خلطة البانيه المتبلة، طبعا انا كنت جايباه وما كنتش عارفة هو عبارة عن ايه، فقلت اجربه برضو كده واشوفه. هو طلع فيجيتار زي الفيجيتار بتاع كنور بالظبط، اللي هي الاكياس الصغيرة، بس هو بيتميز عن الفيجيتار بتاع كنور ان ما فيهوش ملح، التاني بتاع كنور فيه ملح زيادة قوي. خلطة التوابل فيه عجبتني وحسيت ان هي كويسة، التوم البودر والبصل بودر حسيت ان هم فيهم اقوياء يعني، فعجبتني، بس هو يعامل معاملة الفيجيتار، فما تستخدموش بالطريقة الموجودة، ده ممكن تخلطيه على البقسماط او دي دور اصفر وتشتغل بيه، انما اشتغل لوحده لا، ده فيجيتور. ده كان ربع كيلو عامل 12 جنيه ونص، وموجود تقريبا في بيم، وموجود في العسامي، موجود في اولاد رجب والفرجاني، يعني انا عارفه ان هو موجود في السوبر ماركتات كلها. دي كانت تجربتي النهارده يعني مع الجبن والحاجه اللي انا جبتها، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو كان تاه مني حاجه وما عرفتش اقولها يعني، بس انا بحاول اشارككم يعني المعلومات اللي انا استفدت منها بدون ما اكلفكم التكلفه اللي انا اتكلفتها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.